الهادي، مساء الخير أستاذ محمد. ضعنا في صورة التطورات الميدانية في حلب وفي ريفها أيضا. نعم، يعني نبدأ من حلب المدينة، حيث تتجدد الاشتباكات بين الثوار وكتائب الأسد في جبهة اللواء 80 قرب مطار حلب الدولي، بعد التعزيزات التي قدم بها الثوار على تلك الجبهة ومعارك كروة تدور في تلك المنطقة، ومحاولات من قوات النظام لا تزال مستمرة للسيطرة على هذا اللواء، والذي يعتبر النقطة القوية جدا قرب مطار حلب الدولي والنيرف العسكري. أيضا شهدنا قصف الطيران الحربي على منطقة النقارين بالتزامن مع اشتباكات متقطعة تجري عند مبنى المواصلات. هذه المنطقة التي شهدت تدمير دبابتين وعربتين بي ام بي في الفترات الأخيرة من قبل كتاب الجيش الحر. على صعيد آخر وعلى جبهات أخرى شهدنا قصف الجيش الحر على مناطق تمركز قوات النظام في فكان تنانو، كذلك الامر في حلب القديمه حيث تم استهدافهم بما يقارب 50 قذيفه من مدفع جهنم المحلي الصنع، كلها استهدفت اماكن تمركز قوات النظام. ايضا على الجهه الغربيه من حلب شهدنا استهداف مباني البحوث العلميه الواقعه بقرب الراشدين، كذلك تدور اشتباكات في هذا الحي استكمالا لمعركه القادسيه. على جبهة ريف حلب وتل علن، حيث سيطر النظام على جزء كبير من هذه البلدة شمال السفيرة بعد محاولات عديدة جدا، استطاع جيش النظام الدخول إلى أجزاء واسعة منها، والجيش الحر ينسحب إلى مناطق قريبة ويقوم بدك تجمعات قوات النظام في هذه البلدة بالصواريخ المحلية الصناع. محمد الهادي مراسل شبكة شام الإخبارية من حلب، شكرا جزيلا لك.